موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدمون كود خصم في اس ال. السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد. اليوم جاي لكم ثاني حلقه بلاي ستيشن 5. راح نلعب اليوم 1 في 1 وراح نحاول نتصنف نشوف وش التصنيف اللي بيجينا. تصنف مو بدنا نجي من الاوائل، لا، يعني يجينا دايموند، يجينا جولد، يجينا شامبيون على حسب الفوزات. طبعا الحين بس تقريبا 5 او 6 فوزات واغلبها انسحاب لعب، يعني معطيني ناس ما اقول لعيب، لا، لعبهم جدا جدا اقل من عادي، فهمتوا؟ فليش ما جابوا الناس اللي نفس دايموند 1 كذا؟ ما جابوه. لو جابوا الناس دايموند 1 وزي كذا يمكن يجردوني صراحه. فراح نلعب الحين معكم، راح نشوف وش نوصل، وبعدها بنلعب جيم وانا موصلين نشوف كيف فرق اللعب. فبسم الله خلونا نبدا. اول شيء نسويه حط كود الايتم شوب اللي نسوي كل العالم باب في اس ال. والله العظيم سهل، يعني انا اتكلم كذا لاني من قهر انهم حذفوا الناس اللي حاطين كود، كان حاطين حوالي 800 صفروهم، الحين رجعوا حطوه ناس كثير من انستغرام من اليوتيوب، شكرا لهم الله يسعدهم. حاليا 200 واحد بس حاطينه. فاللي ابغى منكم حطوا كود الايتم شوب والله يسعدكم على شيء تسوونه. ما تدرون قد ايش يسعدني هذا الشيء، اشوف ناس في انستغرام في تويتر في اي مكان يحطون كود الايتم شوب، والله العظيم شيء يسعد. سواء شريت ولا ما شريت، هو الفائده لي اذا شريت بس، لكن مجرد انك تحطه هذا شرف كبير لي. الله يسعدكم جميعا. في اس ال كابيتال سمول اي شيء. بنحط مده 14 يوم وبعدها. اوه والله دي السياره كانها حلوه، دايم اقسم بالله دايم. مثل ما تشوفون لعبنا 6 مباريات كلها فزنا فيها في الون في ون. نبغى نشوف هل المستوى بيتطور، يعني الله يعني اني اتطور من ليه تبغى كذا لعبي ما يتطور، لكن باذن الله باذن الله بسوي لكم مقطع تغير في لعبي 180 درجه باذن الله. بسم الله. والله والله بنقه سيء ذا جدا. اوكي الكيك اوف الخايس. اوكي في ناس كثيرين يقولون على المقطع البلاي ستيشن 5 زي كذا، يقولون انت ما شلت الكاميرا شيك. شلت كاميرا شيك وفرق اللعب صراحه يعني ما راح نمزح ابد، راح نلعب لعبنا العادي وبدون ما نستهبل عشان ما نلقم. اوكي ما نستهبل مع ان ضيعنا قبل شوي ثنتين. طيب خلينا نشوف الاعدادات، ان سوينا زي الاعدادات هذه وهذه. باقي ايش باقي ايش باقي؟ حطينا الاعدادات قليله بس ما ادري ايش صار. اوكي تفيك وجبنا هدف حلو، حلوين 3-0. اغلبهم اذا جبت 5-0 يبدا ينسحب، فان شاء الله اني بجيب 5 وينسحب على طول، مع انه ملاقلق المسكين والله مسكين. اوكي هل بيطقها؟ جي جي 4-1. يلا بجيب الخامس باذن الله انه ينسحب. يا رب يا كريم، يا ساتر يا ساتر يا ساتر. اوه جو 5. يلا تكفى تكفى، مع ان الماب كريم لكن فزت الحمد لله. اوكي زي ما قلت لكم يسحبون بعد الجول الخامس. كيف وقف خلاص جي جي يعني. ها شلون طقته ثاني انا؟ وات اصبروا الو لاحظتوا كيف الكوره جت كذا؟ ايش فيه؟ جي جي روح الجيم اللي بعده. ما ادري شو وجه الهدف والله ما ادري. لا هدف هذه على طول. يا ساتر في يحتفل ذا يو يا الجرة. لا اوكي والله لازم اسجل اهداف على طول عشان يسحبون وعشان نجيب الليفل بسرعه او الرانك. دايموند ليفل عالي او شامبيون؟ ما اتوقع انه شامبيون، انه ما قابلت الى الحين اي احد قوي مره يعني. اوكي ايش صار؟ والله سوري يعني، والله سوري. ايش صار هنا؟ محظوظ فيها، والله اني محظوظ. جي جي هدف علي. والله قهر. اوكي. نضمن، نضمن الوضع لان الوضع، اوكي ثانكس. كنت بطير في البداية، أول ما طقيت الكورة، لكن قلت هد الليل، خليني أجيب هدف، لأن النتيجة قريبة يعني 2-1، ونضمن عشان يطلع على طول، إذا جبنا أهداف رباط، لكن هذا والله غير للخصم اللي قبل، هذا عنيد شوي يعني. هدف؟ هدف الله يا شو اي فجر فجر عادي جدا. اهم شيء هدف والله، اهم شيء هدف الحمد لله يا رب. الله والله الكيك اوف سريع، والله ما ادري هو سريع ولا عشان يو صده والله سيف يو يا الجره. ناس جدا جدا فجر ذمي وهدف عادي يعني نروح. ها
وبهدف. والله اني حسبت الهدف اقسم بالله. وات وات ما يسجل هدف. الو يلاق والله العظيم ما رحت الكوره والله. مستحيل ينسحب هذا، مستحيل مهما سجلت من اهداف مستحيل ينسحب. شوف الاهداف رايقه. الله الله بس توريكو مستحيل يسحب. يا ساتر فوز مستحق. طيب خلينا نقعد في الكيك اوف هنا المرمى. وهدف وهدف الحمد لله على طول، مع ان السياره ما ادري ايش اتجاهها كذا فجاه وانا ناط صار في اشياء ما ادري وش ذي. كيف السياره؟ لا هنا ما صار في شيء سبحان الله، بس اوكي امشي هدف. يقول ريل في سلوم والله ريل للاسف يعني اذا تشوف لعبي مخيس يعني. نكتب يس نرد عليه نكتب يس. نايس شوت والله على بالي انه بتسقف العارضه بس للاسف يعني. لكم والله يا حبيبي يا حبيبي والله نايس شوت. انا اسف جدا. يا الله انا اسف. ثانكس كلوز وان والله كلوز وان. الطقه الثانيه هي لي الخمسه اتوقع اني ماني بجاي فخذ راحته بزياده مره. انا ما ادري ايش قاعد اسوي قسم بالله العظيم، ما ادري ايش قاعد اسوي. في اهداف غبيه قاعد تصير بسببي بسبب السيف حقي. اي الهدف اخيرا. يا ساتر ما تضيع. بس لازم تجيب رانك كويس يا اخي، لازم 10 فوزات لازم. يو اعوذ بالله وش ذا؟ وش ذا الحظ الخايس؟ انا اسف والله انا اسف. ارجع انا بالمره يس يا ساتر. صح انه استهان شوي او انه هدى اللعب شوي وضيع شوي بس الحمد لله تعدلنا سكوري سيفاز وكذا بس الحمد لله. هلو يطقه هلو يطقه. يا ساتر يا ساتر اقسم بالله جيم جيم ما في تعريق في اهداف ما ادري شلون تجي تجي والبليد اخر جيم الله يستر. يعني هذا ما ادري ايش رانكه بدون رانك الله يستر من الجاي. الله لعبناها صح بس الو كيف اسرع كذا هو معي بوست قاعد اضغطه صار سريع فجاه شلون يجي هدف. اوه توني بقول ما يمدي يصدها بس صده والله نايس. اهم شيء هدف. لا لا يا القهر ثبتت غلط وناوي يصدم اتوقع. الله يا شيخ الهدف الله يا هلين صمله. لا طرت في الهواء والله طرت طيران قوي مره لعبي انا مريض. لا الله ما معي بوست ولا شيء طعم القهر والله قهر صدق. الله خلينا نشوف الرانك دام اخر جيم خلينا نشوف الرانك اوكي. جبنا العيد والله جبنا العيد في هذا الجيم جد. كان يمدينا نفوز بطريقه ما يعني نلعب سيف اكثر وزي كذا ونخش على الكور. دايموند 1 ديفجن 3 اوكي خلينا نلعب جيم في دايموند 1 ديفجن 3 نشوف كيف لعبنا. عود بالله عود. لا امس ليش انت ليش تنسحب يا اخي؟ انا بطور لعبي يا خلني في الرانك اللي انا فيه. لعبي في بلاي ستيشن سيء شوفوا رقوني على طول دايموند 2 ديفجن 1 لانه فورفيت. والله اذا شفت المقطع شكرا لك بس هذا كم مقطع اليوم. تمسخرنا يا جماعه تمسخرنا بس بنفس الوقت ترى جبنا دايموند 2 بالغش. ما ادري صراحه يعني انا تمسخرت بزياده لكن اذا تشوف هذا المقطع شكرا لك ولا تنسوا اللايك بفضل سبسكرايب. اي احد شرى من روكت ليج اكستشينج يرسل على انستغرام فيديو وهو يشتري وباذن الله بختار ناس راح يفوزون جيفت كارد من روكت ليج اكستشينج. يعني مثلا تروح تشتري فينك $6 صور لي انك شاري فينك مستخدم كود في اس ال باذن الله راح تدخل على السحب على طول على $20 أو $50 في روكت ليج اكستشينج. يعطيكم العافيه جميعا وان شاء الله استمتعتوا بالمقطع. لو عجبكم المقطع لا تنسوا زر اللايك واشتركوا في القناه لكم مشتركين وشوفكم على خير. سلام.